عم نتابع عالم الصباح لليوم مشاهدينا مع جمال خبيره التجميل تهاني صندوق اللي موجوده معنا بالاستوديو. صباح الخير. صباح النور يا ادم. واليوم حديثنا راح يتركز على السيدات، حتى اليوم الرجال كله صار ما في مشكله. سيدات ورجال. سيدات والرجال صحيح، بس يلي ما كثير بحبوا يتوجهوا الى اذا بدك المستشفيات او يكون في عندنا جراحات، عمليه جراحيه، تدخل جراحي لحتى يقدروا يعطوا هاللوك او يضبطوا او يحافظوا على نضارة بشرتهم. ما نتوجه لهم تنقل لهم شو اليوم عنا بديل عن كل هالامور؟ في بديل، في اكثر من بديل. نحن هون مش بس عم نتوجه للناس اللي بيتفادوا عمليات التجميل، حتى فينا صار فينا نتفادى البوتوكس والفيلر وكل بديل اللي بيقضي بيخفى علامات الشيخوخه، صار فينا نتفاداه هون بهالتكنيك الجديد اللي اسمه مايكرو نيدلينج. مايكرو نيدلينج اختراع جديد بيعالج ترهل الجلد، بيعالج شيخوخة الجلد، بيرمم الجلد، بيشتغل على التجاعيد، بيشتغل على الجلد المترهلة، بيشتغل حتى على التشققات البرجيتور. يعني من قبل لهلا كان وين ما تروحي حيالها دكتور حيالها سنتر بتقولي له ستريتش ماركس، بيقول لك ما فينا نعمل شيء. بس هلا المايكرو نيدلينج عم بيعالجهم بشكل مهول، بسيشن وبتو سيشنز، وحتى سكين عم قد ايه صار له موجود بالاسواق؟ يعني اتس فيري نيو كثير، يعني الناس هلا بلشت تعرف فيه، ونحن كاخصائيين هلا كمان، مش هلا صار لنا تقريبا شي سنه بنعرف عنه وعم نشتغل فيه وعم يعمل نتائج كثير حلوه كثير. طيب خلينا نعرف بالضبط يعني هالعلاج هيدا كيف بيتم؟ عم تقولي سيشن او اثنين او ثلاثه، يعني منه كثير وقت كثير طويل. قد ايه وقت السيشن؟ فيه وجع ما فيه وجع؟ فيه سايد افكتس؟ سايد افكتس زيرو. وجع هيدي تكنيك شرطه انه بتنشغل بدون دنج، يعني فيها وجع؟ لا اتس سوبرفيشال، ما فينا نعتبر انه بتوجع. هلا انا ماني ريبير لانه انا ما بحب حدا يتوجع بين ايدي، بس انه المايكرو نيدلينج بينشغل بشكل سطحي. أوكي. يعني مانو ديب، سو قد ما يكون في احساس بالباساج تبع الابره ما راح يكون هالقد قوي، بس مانو زيرو بين. اوكي. والريكفري تبعه وقت اللي نحن بنيجي بنشتغل بالمايكرو نيدلينج في بلود، في بلود، يعني هيدا يفضل ينشغل بالشتاء انليس المنطقه ما بتتعرض للشمس. نشتغل على الاريا. التكنيك تبعها كثير حلوه، بنجدد الخلايا بالمايكرو نيدلينج، الخلايا بتتجدد. وقت اللي بتتجدد الخلايا عم تستعملوا برودوي معين لحتى تتجدد هالخلايا؟ مينلي هو الافيكاسيتي هي بالتكنيك. بس نحن حتى نقدر نزيد هيدي النتيجه بنستعين ببرودوي للفيرمينج للسكن، حتى نحن تبوست شوي اللي عم نشتغل فيه، سو بنقدر نساعده ببرودويات ثانيه، بس تكنيكلي مينلي هي التكنيك هي اللي هالقد مفيده. اوكي. بتنشغل على مناطق كثير حساسه، بتنشغل على الوجه، على الترهلات تبع هون، على العيون، على الرقبه، على البطن. اذا حدا خلينا نوضح انه نحن حتى لو استعملتوا هيدا البرودوي نحن ما عم نحكي عن شيء اسمه فيلينج، مش عم نعمل تكنيك، هي تكنيك عم بتشد او عم بتعطي، هي عم بترمم الجلد، ترميم. عم بتخلص نوعا ما من الجلد المترهله، عم تسمح لجلدتنا ترجع تخلق نيو سكن. نيو سكن يعني نيو كولاجين، يعني الاستيسيتيت بالفو، يعني سكن رح تكون فيرمد اكثر. سو تكنيك كثير حلوه، انفنشن رهيب. قد ايه بدا وقت الجلسه؟ حسب الاريا، يعني اذا عم نحكي على اريا، اذا عم نحكي هلا اكثر شيء وين مطلوب؟ ايه تنحكي اكثر شيء بينشغل الوجه كله سوا او بينشغل مناطق او كيف؟ هلا اجمالا فيك تشتغلي بس عيونك، فيك في ناس بس عندهم على العمر بصير عندهم هيدي الاريا مترهله. يوجوالي اكثر شغلنا بالمايكرو نيدلينج فور ناو هو على الستريتش ماركس، عم يعمل نتائج كثير حلوه حتى على البطن للنساء اللي اوريدي عندهم اولاد، بيكون عندهم ترهل بالجلد، بيكونوا يأسانين انه انا شو بدي اعمل هذا الشيء بهي بطني مش رح اتخلص منها، يا اما بدي اروح اعمل عمليه شيل كل الجلد الزياده ويصير عندي سكار كثير كبير. وهيدي التكنيك حتى بتشتغل على السكارز،
يعني تشتغل على 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 الترهلات، تشتغل على الستريتش ماركس، بتشتغل حتى على سكارز قد ما يكونوا قديمين وقد ما يكونوا ديب. طيب تهاني جايبتي لنا معي كم صوره حتى نشوف اكثر، رح نخليها نشوفهم ونشرح عنهم شوي حتى نفرج الناس شو عم بيصير. هون عندنا كيس فيس مثل ما شايفين البيفور السكن قديه صارت مترهله، وبعد وان تريتمنت كيف صارت. يس قديه اخذت وقت هون؟ انا بيهمني بتاخد شي ساعه ونص ساعتين السيشن. اوكي، لانه بتشتغل يعني فيك حتى المايكرو نيدلينج له اكثر من تكنيك. انا التكنيك تبعي اللي انا بفضلها دقيقه بس بتاخذ وقت كثير اكثر، بس دقيقه على مهله يعني. اوكي، ريكفري اذا عم تقولي في دم او هيك قد ايه بدها من بعد؟ عنا اول نهار اول 24 ساعه ما بدنا نتعرض للشمس ابدا، ما بدنا نحط عليها شيء. بعد ال 24 ساعه بصير اذا عم نحكي فيس ما بيعود مبين الدم، بصير مبين كيف كانه في هيك انجأ جيل في حالك، فيك تحطي فوند التام بس بترجع بتنظفي كثير منيح. وبعدين كل واحد حسب هو البو تبعته قديش بترجع بت فيك تساعديه بفيتامين او يعني روم فيتامين سي، هيك بنسرع عمليه الهيلينج. خبرينا هون شوي كمان شو كمان هون عم نحكي فيس، لاحظوا المنطقه اللي فوق الشفاف ومنطقه الدقن قديه فرقت. يعني اكيد كل ما يكونوا الريد ديب اكثر كل ما بيكون بدنا اكثر، بدنا اكثر، بس انه تكنيك منا هالقد كوستي، يعني اسعارها مقبوله، منا عم نحكي بالوف الدولارات. بميات؟ يس ميات مش الوفات. يس سو تكنيك منا كثير كوستي، سبيشلي حتى للجسم منا كوستي. يوجوالي اذا بدنا نروح نعمل ليزر للفيرمينج ولا هيك بكلفوا كثير مصاري، هيدي تكنيك بتكلف اقل وافوردبل، بس مشكلتها ريكفري شوي. بدك شو الماكسيموم يلي بينعمل؟ يعني لانه الناس اذا شافت انه انا اخذت افيه بصير انا بعد بدي 2 و3 و4 سيشن، شو الماكسيموم يلي بينعمل؟ فيك تعملي اب تو 3 قد ما انت عايزه، بس بنصير ساعتها نحن بنحدد الديلي بين السيشن والسيشن، بنترك سكين تعمل ريكفري، الافتر كير انت بتطلب اكثر. اكزاكتلي الافتر كير، انت بالبيت شو عم تشتغلي؟ شو عم تحطي كريمات؟ كيف عم تساعدي حالك؟ يعني طالما انت ماشي مع الاخصائيه التجميل اللي انت بتثقي فيها ما عندك مشكل، هي بتوجهك بتقلك شو بدك تعملي شو ما تعملي وات تو افويد. والتكنيك بس نعمل المايكرو نيدلينج بيكون عندنا مثل هيك شوي يعني مثل هيك براون ستريبس او شيء، هودي كمان ما بدنا نتعرض للشمس، يعني هي يفضل تنعمل بالشتاء انليس ما عم تتعرضوا للشمس. اذا حدا ما بيقعد كثير بالشمس او ما بيظهر او عم يشتغل على اريا ما بتتعرض للشمس. بركي بعد الصوره، خلينا نشوف الصور بعد نشرح عليهم اكثر. هون الرقبة كمان من المشاكل اللي الناس بتيأس منها، بتقول صح. انا شو بدي اعمل؟ انه يلي ما كان كثير عم بيلاقوا لها حلول يعني هلا شوي. كل شيء الرقبة الايدين، هلا البادي اكيد بتاخذ كثير وقت، بنشتغل على ارياز سبيسيفيك يعني. بس لاحظتي النتيجة قديش حلوة؟ هيدي كمان مثلا مثل هاي الرقبة كم سيشن اخذت؟ هيدي فروم فيرست سيشن، بس اكيد بعد بتعوز شيء اثنين لحد حتى نوعية الجلد. يعني هي تكنيك مثل كأنه أنت عم تتخلص من الخلايا اللي هن عندهم دامج بشي محل، عم ترجعي تسمحي لسكنتك ولجسمك يرجع يخلق نيو سيلز وخلايا جديدة صحية. أكيد مش رح يخلق خلايا متضررة، رح يخلق أكيد خلايا صحية. وخلال هالعملية بنكون كمان نحن عم نجدد الكولاجين، عم بيكون في ستيميليشن للكولاجين، سو جسمنا حتى بيصير عم يخلق كولاجين مثل ما عم يخلق الخلايا الجديده. في عمر معين بياخد افه اكثر من يعني؟ هلا في ناس بتشوف بتقول لك انا هلا بروح بجرب. اكيد اكيد اكيد، كل ما كنا اصغر كل ما البرودكشن تبع النيو سيلز بيكون اقوى اكيد. بس هيدي المشكله ما لها حل، يعني في ناس بيخسروا وزن كثير، في ناس بيكون عندهم مشاكل بايديهم ستريتش ماركس، ومن وراء انه خسروا وزن من وراء ستريتش ماركس بيكون في ترهل. وقت اللي عم نعالج ستريتش ماركس نحن بالايدين عم ننتبه انه في فيرمينج كثير عم بيكون، والجلد عم بيرجع يشد وعم بيصير شكل الاريا اللي عم نشتغل عليها مشدود وافضل. كمان لكن ما في يعني كل المناطق ممكن واحد يشتغل يلاقي الريزلتا يلي هو بيريده، بس على شرط انه بده يتحمل نتفه.
نكته. هلا هلا هي ليش ما بينحط؟ لانه السكين بدها تعمل الماكسيموم رياكشن مع اللي نحن عم نشتغل فيه، لانه اذا انت بدك تحطي الانستيزيا وبدك تشلي الاريا اللي عم تشتغلي فيها، سو ما بتعمل معك هيدي رياكشن حتى ترجع تخلق هيدول النيو سيلز. سو نحن جسمنا وقت اللي بنجرح جسمنا بده يرجع يعمل ريكفري حتى يرجع يخلق نيو سيلز ونيو سكين حتى ترجع يلحم هيدا الجرح. سو ذا سيم تكنيك، ومن هون جاي الفكره. سو ما فينا نحن نبنج الجلد ونقول اتس اوكي، ما بيعود يعمل رياكشن ليرجع يخلق نيو سيلز. اهلا وسهلا فيك، هي تكنيك كثير مهضومه. اكيد يلي عجبته الفكره بيقدر يعطيكي فيك شوفوا شو بدنا نعمل لحتى يقدروا يساعدوا حالهم بهلا بهالاطار. يعطيك الف عافيه، ميرسي لوجودك معنا. مشاهدينا خليكم معنا، اكيد رح ننتقل نحن وياكم حتى نتابع فقراتنا مع الشيف حسين مرشد ملح. صباح الخير لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتابعونا. بعدنا ضمن الوصفات الرمضانية والسفرة الرمضانية العامرة معنا كمان لحلقتنا لليوم. عنا طبق للعيد، يعني فيكم بعد اليوم بتلحقوا تحضروا للعيد، كان بكرة أو بعد بكرة. طبعا عنا معمول التمر بالجبنة المرهمية، حضرنا من يومين كمان معمول التمر بعجينة رائعة، بعد شوي رح خبركم عنها. العجينة اللي حضرناها من يومين بس، ولكن هلأ بأول فقرة بدنا